أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين في درس جديد من تعلم معنا اللغة الألمانية. كلمة اليوم. أهلا بكم أعزائي، في هذا الدرس سوف نتعلم كلمة جديدة ومهمة جدا. الكلمة التي سوف نتعلمها اليوم هي كلمة جيميشليش. جيميشليش 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 هي صفة وتعني إلى في اللغة العربية ببطء، على مهل، أو بدون تعجل. معنى الكلمة يعني الكلمة هي تعني شخص يقوم بشيء بوتيرة بطيئة أو على مهل، ليس على عجلة. هستش أنت أونا آيلا. وهنا حيوان الحلزون هو الحيوان الذي يصف لنا هذه الكلمة بطريقة أكثر، يعني الحلزون يقوم بحركات أو يتحرك بطريقة بطيئة جدا. جيمش ليش مثل حيوان الحلزون، بطيء وغير متعجل. الآن أمثلة لفهم هذه الصفة أكثر. أجينج إن جيمش ليشم تيمبو ناخ هاوزا. أجينج إن جيمش ليشم تيمبو ناخ هاوزا. ذهب إلى البيت بوتيرة بطيئة أو على مهل. المثال الثاني أعزائي يقول زي غايمت داس هاوس ganz gemächlich auf. Sie räumt das Haus ganz gemächlich auf. هي تقوم بترتيب البيت ببطء. أعزائي أشكركم على الاهتمام وإلى اللقاء في دروس قادمة.